فيك 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 ايه صح وانا انتظر بس رح تبدا اشرب ميه هلا جي يصعب يا انسبق لبق وانسبق انا قبل هنا سابق انزين فيها في حمام تحت راح اسبح تحت ما في ماي حار اليوم وجد اليوم ايه ترك ما تسبح ترى اليوم المستغرب منك ما اسبح انا الله منك الحياة صح كلام يعني جات على اليوم يعني اطلع شكل مطولها والله يا ابو كيان طبعا يا ابو خليس تبي اطش عليك بالهوز في تحت هوز اطش عليك اسبح شلون هوز اطش عليك ومن بعيد بترش عليه سيارة هو اطش عليه من بعيد يا اخوي لا تسوي هذا يا ابو معاذ انا خابرك اخوك ما تسبح الا في الشهر مره كأنك قاطب سامي حبيبي بعد امري سامي راح شق الباص بنمشي يلا متاخرين شق الباص يلا شق الباص بنمشي يا ابوي متاخرين احنا نتعطل كلنا عشان واحد يلا شق الباص يلا نمشين يلا حبيبي يلا روح الباص بنجيكم يلا روح عاد ما بعد والله جفاني انا قاعد ساعه لي انتبه ومتى متعمد ترى ابو معاذ انت متعمد بس خلي يطلع قبل يومين سووها في ابو دويش وحين سووها فيك تبي تأدب ابو معاذ المفروض يتأدب انت تأدبه ايش هذا شنطته وهذا شكل الملابس شكل هذا اللي ملابس اللي ناوي انه يلبسهم شباب مجهزهم لم ثيابك كلهم احطهم في الشنطه وشيل شنطته وياك وخله هو اللي يدورك لو مطقم بعد عنابي مع لم ثياب امسك هالكابوس بقى هالكابوس اللي له 6 سنين ما غيره خله الكابوس طلع من بردون اللبسه لا روح يلا بس شيل شماغ وياك لا دي الفروة خلها يمكن ما عنده ملابس يتغطى بها خلها الحين هو اللي يدورك سريع لا يطلع الرجال ويصيدك بسرعة طلع حطها في غرفة حمادة في غرفة حمادة حطها يلا